مولى ابن عباس وتلميذه التابعي يفسر تنفير الصيد، يقول: ونحن هذه الأيام نرى صيف مكة والحرم، يقول: تنفير الصيد في الحرم هو أن ترى الطير تحت ظل الشجرة، سبقك إلى هذا الظل فتأتي إلى الظل فيطير الطائر، يعتبر أن هذا الفعل من تنفير الصيد. كلمة الحرام، الغالب في التعامل مع هذا المصطلح عندنا أهل الإسلام أن الحرام هو الشيء القبيح المستقذر، الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، وهذا الأمر الذي إذا ما ذكرت هذه الكلمة ينطلق إلى هذا المعنى، بينما هناك معنى ثاني لكلمة الحرام وهو المنع لأجل الجلال والقدسية والمهابة، وأن هذا مرتبط بهذا المكان. فالحرام المنع للشيء القبيح المستقذر، والحرام المنع للشيء الذي له الجلال والمكان. ولفظة الحرام في القرآن جلها قرابة 15 مرة، لفظة الحرام جاءت في القرآن مرتبطة بهذا المعنى الذي هو التحريم والمنع لأجل الهيبة والجلال، وأما لفظة الحرام لأجل المستقذر جاءت مرتين. فلذلك هذا المعنى مهم أن ننتبه له. فكلمة الحرام المنع لأجل الشيء الذي له من الجلالة والمهابة، وهذا مرتبط بهذا البيت وبهذا المسجد وبهذا البلد. لذلك انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعبر عن الأمور التي يظهر بها ويتجلى معنى التحريم في مكة، ما جاء بالأشياء المستقذرة التي هي حرام ولا ينبغي أن تكون في هذا المكان لحرمته، لكنه جاء بأشياء هي في غير مكة حلال، ولكن لأجل هيبة المكان وجلاله جعلت من الأمور المحرمة فيها. فما الأشياء التي ذكرها؟ قال: لا يعضد شوكه. في أي مكان قطع الشوك حرام وممنوع؟ لا، لكن في مكة لا يجوز ذلك، لأنه تعبير عن جلال المكان. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. الصيد في كل مكان أليس يصاد ويقتله الإنسان ويأكله؟ في مكة لا يجوز التنفير. ما معنى التنفير؟ عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه التابعي يفسر تنفير الصيد، يقول: ونحن هذه الأيام نرى صيف مكة والحرم، يقول: تنفير الصيد في الحرم هو أن ترى الطير تحت ظل الشجرة، سبقك إلى هذا الظل فتأتي إلى الظل فيطير الطائر، يعتبر أن هذا الفعل من تنفير الصيد، ما دام سبقك إلى الظل فهو أولى به. فإذا كان البلد لا يجوز فيه مجرد التنفير، أما الصيد فهو أمر عظيم، وفي غير مكة الإنسان يصيد وأن هذا حلال له. ثم الثالث: ولا يلتقط لقطته، واللقطة الشيء الضائع الذي سقط من صاحبه ثم وجده إنسان آخر في كل مكان في الدنيا، ماذا تفعل بذلك الأمر؟ لك أن تأخذه وأن تعرفه مدة عام سنة، فإن لم تجد له صاحب جاز لك أن تستخدمه لنفسك شريطة أنه لو جاء صاحبه تعوضه عما أخذ. أما في مكة شرفها الله، فمن حمل هذه اللقطة لا يحملها إلا وهو عنده استعداد أن يعرفها طول حياته أو يبقيها في مكانها، ليس له أن يأخذها وليس له أن يستخدمها لنفسه، خصوصية لهذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، إلا من عنده استعداد أن يعرفها طول الحياة. الآن الإنسان إن وجد، توجد أماكن الأمانات لو قلنا في المسجد الحرام توضع وتبقى إلى أن يأتي صاحبه. ولا يختلى خلاها، الخلا هو النبت الذي ينبت بعد نزول المطر. فلا يجوز في مكة إنسان عنده مثلا رعي وأغنام يأتي إلى ذلك الخلاء ويحتشه يقطعه
وينقله لإطعام دواب فإن هذا لا يجوز، لا يختلى خلاها. كل ذلك تعظيم لحرمة الحرم. فإذن تحريم قطع شجر الحرم وإن كان مؤذيا كالشوك، والمقصود هنا الشجر الذي نبت بماء المطر أو نبت بدون فعل الآدمي، أما ما نبت بفعل الإنسان زرعه الإنسان فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يأخذ الحكم الأول أو يجوز. أما ما نبت بماء المطر أو نبت بدون فعل إنسان فيدخل تحت هذا الحكم. تحريم تنفير الصيد في الحرم أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله فإن هذا يعد من الإلحاد في الحرم. أيضا تحريم التقاط لقطة الحرم إلا من أراد أن يعرفها دائما ولا يتملكها أبدا. أيضا تحريم قطع حشيش الحرم الأخضر إلا الإذخر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وطلب ذلك منه العباس فأذن له. فهذا الشجر الوحيد في أرض الحرم الذي يجوز قطعه من أشجار الحرم الإذخر.